تكون معوقا نطقا فذاك ألم، وأن تبقى قعيد المكان فذاك ألم مضاعف، وأن تطمح برغم كل هذه الآلام أن تحصل على أعلى الشهادات فذاك الألم الذي يقبر كل أمل. عبير بلقيس عيشوش من مواليد 1992، ماستر 2 لغات أجنبية لغة فرنسية ديتاكتيك، تخصص عبير معاقة حركيا، إعاقة ذات مصدر عصبي EMC، وصلت إلى هذا المستوى بمجهودات جبارة وبإرادة قوية من طرفها وبحضانة من الجمعية المعاقين حركيا. عبير حكاية أمل برغم الألم، حصلت على ماستر 2 في اللغة الفرنسية بجامعة سطيف وتطلب المزيد. كل ما أقوله بهذه المناسبة التي أقدم فيها هذه الإبنة، هو أن المعاقين حركيا اليوم أصبحوا غير مهمشين في المجتمع، وأصبحوا يثبتون دائما وجودهم، ويثبتون أن لهم قدرات مثل الأشخاص العاديين. عبير تحصلت على هذه الشهادة وهي بطموحها سوف تصل إن شاء الله حسب ما تطمح إليه أن تصل إلى شهادة الدكتوراه، وأن تتحصل كذلك على شهادة البروفيسورة. تجالس عبير عيشوش والدها في رحلة التحدي، وواضح أنها تعيش لإسعاده ويعيش لإسعادها أيضا، فمن طلب العلا سهر الليالي حتى وإن كانت الإعاقة قد حولت أيامه إلى ليل حالك. عبير تحصلت على هذه الشهادة وهي بطموحها سوف تصل إن شاء الله حسب ما تطمح إليه أن تصل إلى شهادة الدكتوراه، وأن تتحصل كذلك على شهادة البروفيسورة. تريد عبير أن تزف ابتسامة لوالدها فلا تستطيع، تحاول احتضانه فتعجز فتكتفي بسلام هادئ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عاصمة الهضاب وفي درب جامعتها بدأت حكاية التحدي بإمضاء عبير، ومن عبر الدرب بالتأكيد سيصل.